مسكنها هنا في هذه الحافلة الصغيرة، مكانها أحد شوارع القاهرة الجديدة. فبعد 10 سنوات من العيش في سكن مقابل إيجار شهري، وبعد أن علمتها حياة الرالي أن تنتقل من مكان لآخر، اختارت هذه المساحة لتستوعبها هي وطفلها الصغير. الناس بتخوفني شوية من موضوع الأمان، ممكن ما ترتاحيش، المكان يكون ضيق. أنا أجرب في خلال الشهرين دول، ما بقاش مجبرة بأن أنا بيتي تقفل، لا أنا لسه بيتي هيفضل مفتوح وأنقل فيه حاجتي وأجرب أبات ليلة 2 3 أسبوع وهكذا لغاية لما أطمن تماما، ساعتها أقفل بقى بيتي ويبقى ده دايما المكان بتاعي الثابت لو أنا جوه القاهرة. المنطقة هنا كلها أنا عايشة هنا بقالي 7 أو 8 سنين، كلهم جيراني ومشجعين جدا الفكرة ومبسوطين بيها وجم زاروني هنا ومبسوطين يعني بالأتوبيس. حافلة تحاكي بيتا بسيطا، غرفة للنوم وأماكن تخزين مجهزة، حتى متطلبات الحياة اليومية موجودة وبتكلفة أقل، سواء في استهلاك المياه أو الكهرباء. قد تبدو هذه فكرة جديدة للتغلب على صعوبات توفير سكن مناسب بسعر أقل، لكنها تحتاج جهدا كبيرا ووقتا أطول لتحويلها من مجرد حافلة صغيرة إلى سقف يقي ساكنيه متاعب الاستئجار. تكلفة شراء الحافلة وحدها 6000 دولار، واستغرق تصميمها شهورا طويلة ومبالغ إضافية، لكن الأصعب هو إيجاد مصادر للكهرباء إليها، فالمصدر الأساسي هو تركيب ألواح للحصول على طاقة شمسية، إضافة إلى بطاريات تم حفظها أسفل الحافلة في حال فشل توليد الكهرباء. إحنا علينا المنسوب بتاع سقف الأتوبيس عشان يستوعب الوحدات العلوية بتاعة المطبخ والحاجات اللي إحنا محتاجين نفرشها. فعدلنا في الهيكل المعدني بتاع الأتوبيس، توصلنا للوضع الحالي إن إحنا في أجزاء اللي هو مكان الممرات اللي في النص بين الكراسي وكده، دي بقت أماكن تخزين. يراعي التصميم وجود خزانات للمياه بحيث تكفي لمدة 5 أيام، وعزل الزجاج عن المحيط الخارجي للحافلة بما يضمن الخصوصية، إضافة إلى كاميرات مراقبة لحماية من بالداخل. آية رادي، سكاي نيوز عربية، القاهرة. شكرا لمتابعتكم، شاركوا الآن في قناتنا على يوتيوب.